إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. إخوتي الكرام، عشتم وعشنا جميعا أيام عيد الفطر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة، وأن يجعل أيامه عزا للإسلام والمسلمين ونصرة للمستضعفين في الأرض من عباد الله الصالحين، وكل عام وأمة محمد بخير إن شاء الله. إخوتي في الله، كلنا رفعنا أيدينا بالدعاء في شهر رمضان في بيوت الله، ونحن ضيوف عند الله في بيته. إخوتي في الله، أذكر في ليلة القدر هتفنا بصوت واحد وقلنا جميعا في ليلة القدر، في ليلة 27 من رمضان، قلنا جميعا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، أعلن التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى. الإخوة جميعا قالوها، تبنا إلى الله، لكن لم يأتي أحد من المصلين لهذه اللحظة وسألني ما هو البرنامج الذي أحتاجه للتوبة، وكأننا تعودنا أن نهتف بألسنتنا لا أن نكفي على حياتنا ما نقول أو نودع في منهاج حركتنا في الحياة ما ندعي. إخوتي في الله، كل أمر تعقده مع الله تبارك وتعالى، الله يبعث من خلقه ملائكة تتابعك فيما تعزم وما تنوي، ولهذا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كيف يمكن أن يتوب العبد بين يدي الله ثم يؤمن؟ التوبة دليل الإيمان، فكيف يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ألم يكن مؤمنا؟ أنت تحتاج إلى تجديد الإيمان بعد التوبة، تحتاج إلى تجديد الحياة بعد التوبة، تحتاج إلى برنامج يغير حياتك بعد التوبة، لأنك إنسان جديد، إنسان آخر. قبل التوبة من الناس من كان يزني فكان من صنف الزناد، بعد التوبة أصبح من أهل الطهارة والنظافة. كيف يمكن أن تنقلب حياته بين قطبين مختلفين من الشمال إلى اليمين، ومن أدناها إلى أعلاها، ومن الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن السيئات إلى الحسنات؟ كيف يكون ذلك؟ إن اللسان وحده لا يسعف، نحن نحتاج أن نقدم بين يدي الله صورة عملية نثبت عند الله أننا صادقون فيما ندعي، خطانا واثقة نحو الله، خطانا متسارعة نحو الله، نحن متهالكون نحو رحمة الله. هل منا من فكر ببرنامج توبة بعد رمضان؟ إننا أعلناها في رمضان، فما هي مصداقية التوبة بعد رمضان؟ من منا جلس يوما بعد رمضان وقال أريد أن أعد برنامجا لأغير حياتي؟ ما معنى أننا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله؟ رجعنا لأننا بالمعصية كنا بعيدين عن الله، بالمعصية كنا في منع عن الله،
علاقتنا مع الله كانت موحكة. رمضان دخل ليصلح بيننا وبين الله، رمضان دخل ليقربنا من الله تبارك وتعالى، رمضان قد جاءنا بخير عظيم وقد ذيلت آياته في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. كيف أستجيب للحق ثم أؤمن؟ نعم، ينبغي أن أجدد الإيمان، ينبغي أن أعزز الإيمان، ينبغي أن أعبد الإيمان. وما ذلك يكون إلا بالبرنامج العملي، كيف أخطو نحو الله تبارك وتعالى، كيف أعد نفسي ليكون توابا بين يدي الله تبارك وتعالى. توبوا إلى الله جميعا. وجاء الإطلاق ليدل على أن المجموعة كلها ينبغي أن تتوجه للتوبة، وأنت بمجموعك ينبغي أن تتوجه للتوبة. فالأمر ينبغي بشقين: شق نحو ما اشتملت عليه أعمالك، والشق الآخر نحو ما انضممت أنت إلى جماعتك. فنحتاج إلى توبة جماعية لتكون الجماعة طاهرة نظيفة عفيفة زكية، وفي نفس الوقت أنت أنصر صالح لأن تكون ضمن الجماعة الطاهرة ضمن الجماعة النظيفة. والله سبحانه وتعالى فتح لنا الأبواب وشرع لنا التوبة وقال لعبادي: يا عبادي خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد. الله يتحبب إلينا وهو الغني، ونحن نبعد عن الله ونحن الفقراء. بأي منطق نحن نعيش في علاقاتنا مع الله تبارك وتعالى؟ والله ينبغي أن نستحي من الله. وإذا لم يستحي العبد فليصنع ما يشاء. إخوتي في الله، جاء رجل كبير السن طاعن في السن، قيل أن حواجبه قد نزلت على عينيه من شدة الطعن في الكبر، وقال: يا رسول الله، فعلت وزنيت وسرقت وكذا وكذا، حتى قال جملة، قال: لو وزعت سيئاتي على خلق الله جميعا لكانوا من المبقين. هل لي من توبة وأنا في هذا السن؟ فقال له: يا فلان، أأسلمت؟ القضية المربط المرتكز، القضية الأساسية إخواني، المقصود هو الإسلام والإيمان. أأسلمت؟ قال: يا رسول الله، والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل بعد ذلك صالحا فإن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. من يعطي هذا الفضل الكبير؟ من يتجاوز كما يفعل الله؟ من يسامح كما يفعل الله؟ من يغفر كما يفعل الله؟